أكد سعادة الدكتور رمزان بن عبد الله النعيمي وزير شؤون الإعلام على عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية الشقيقة، وما تتميز به من خصوصية نابعة من الحرص الكبير لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم وأخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر على تعميق أواصر التعاون المشترك وصولا لتحقيق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين. نوى سعادة وزير شؤون الإعلام في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط إلى أن مشاركة الأشقاء في مصر بالاحتفال بهذه المناسبة يؤكد على الأدوار التي يقوم بها الإعلام الوطني في تعزيز أواصر التقارب بين الأشقاء وتأكيدا لما يربط بينهما من صلات وثيقة، مشيرا إلى ما تمثله الزيارات المتبادلة على أعلى المستويات من تجديد لصلابة العلاقات الأخوية، وهو ما أكدته زيارة جلالة الملك المعظم إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة وزيارة فخامة الرئيس السيسي إلى المملكة في يونيو الماضي، وما نتج عنها عن توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية في مختلف المجالات والتي تساهم في تنفيذ مجموعة من البرامج التنموية الطموحة بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين. أكد سعادة الدكتور رمزان بن عبد الله النعيمي على أن العلاقات البحرينية المصرية وبفضل جهود ملك البلاد المعظم وأخيه الرئيس السيسي ستبقى على ذات النهج من القوة والثبات لتحقيق مزيد من التقدم والازدهار، ولتمثل نموذجا في العلاقات العربية المشتركة لمواصلة دورهما المحوري والحيوي كأحد ركائز الأمن والسلام للمنطقة والعالم.